دي الفبركة المسيئة. طب الخناقة الحامية، الخناقة الحامية بقى مواقع كتيرة ذكرتها، الحق في خناقة حامية في الأهلي. مين يا عم؟ قال لك محمد شريف وحسين الشحات. ليه؟ يا ده اللي حصل واللي وصل و و و و الناس انشغلت بكده. المرحلة صعبة، التوقيت مهم، الضرب تحت الحزام مفهوم. عشان كده الحقيقة محمد شريف وحسين الشحات حبوا يبينوا ويوضحوا، خلصوها بدري. اصل الخناقه ايه. نشوفها. انا عامل لايف بس يا جماعه، بس انا عايز اجيب شريف ثواني بس، انا وهو متخانقين وانا هكسره انا دلوقتي. جيت بص عشان نبقى متفقين، يا حسين. هكسرك انا دلوقتي، بعت ناس عشان اخطفك. ها انا مستغرب حاجه، عارف ايه هي؟ ايه عارف ايه؟ ان انت اصلا كنت عند الجون. مش عارف، مش بهزر. انا اصلا انا ورا، انا ورا يا ابني، انا اصلا لعبت لك وكنت عندك بص بص. انا عايز بس اللي بيتفرج على الماتش، اللي بيتفرج على الماتش يشوف انت كنت فين في قبل ما اطلع ب 10 ثواني. شوف انت واقف فين. انا هتجنن. ده انا لعبت لك واقف قدام مش قادر ارجع. طب اشمعنى انت اللي بزعلك يعني؟ مش عارف والله، انا مستغرب يعني، مستغرب اصلا. المشكله انا لقيت ناس كتير بتكلمني بتقول لي وانت شريف زعقتوا مع بعض؟ زعقنا مع بعض؟ هنزعق مع بعض ليه يا جماعه؟ انت عارف المشكله ان احنا اصلا ما بنزعقش وما بنتكلمش، دي الفكره اصلا. ما هي دي المشكله، ان احنا عمرنا ما بنتخانق مع بعض ولا بنزعق لبعض. المشكله وانت عارف يا باشا، النادي الاهلي يا باشا فيه خصومات وفيه وقف وفيه كل حاجه، هنتخانق مع بعض عشان خاطر احنا نتوقف احنا الاثنين، وبقى الدوري بقى يروح وبقى وبعدين ده هي اصلا الكوره اوف سايد، تمام؟ وثانيا انا مبصيها لك، سواء بقى جت ما جاتش خلاص خلصت، فاهم؟ فعادي يعني. ما هي خلاص يعني، هنزعق بقى لبعض ليه بقى؟ اللي احنا عايزين نقوله بقى شيري ايه بقى؟ ايه؟ ان احنا الحمد لله اللعيبه كلها بتحب بعض، ربنا بيكرمنا الفتره اللي فاتت عشان خاطر احنا كلنا مع بعض وكلنا على قلب واحد، على قلب واحد وكلنا كتف في كتف، فهو ده اللي منجحنا. فالناس عايزه توقعنا، فاحنا مش هنوقع، احنا كلنا رجاله وكلنا احنا بنحب بعض. احنا وتعودنا عملنا مع الفتره الجايه بس عشان كمان على كده. طبعا هو ده بيرد على كل حاجه بيخلصها، وهو الكابتن حسين لخصها بخبرته يعني. قال لك دول عايزين بس يبينوا ان في مشاكل بيننا عشان نشتبك مع بعض ونضيع وقت بعض والعلاقات تسوء ويضيع الدوري. هو ده ده المقصود فعلا يعني. كلام فارغ ولا يليق ان احنا نعيش هذه الاجواء ونسيب غيرنا يستثمروا ضدنا عشان يعمل ترند على حسابنا.